بصناعة أمة معرفة نرتقي. فأهلا وسهلا بكم في إكسبو دبي 2020. فالملتقيات الشباب في إكسبو دبي 2020 نافذة كبيرة لنا جميعا للاطلاع. أنا ما كان عندي جواب طبعا، أنا ما عارفة كيف أوصل حل زين مليون، بس عرفت إيش؟ جعل بالي اليوم احنا كشباب او كرواد اعمال نفتح مشروع نفكر على مستوى انطلاقنا. اذا انت اذا كان عندك فكره مقنعه ومفيده للمجتمع، مفيده للافراد، مفيده للشركات، مصيرها المبالغ راح تجيك.